من جانبه قال رحمان تشيتي المبعوث الخاص لرئيس وزراء المملكة المتحدة لحرية الدين والمعتقد أن مملكة البحرين تقدم مثالا حيا على مدى تأقلم الجميع في قالب واحد جميل من المودة والاحترام المتبادل لكافة حقوق البشر. So then in 2019 when I visited Bahrain, لقد زرت البحرين أكثر من مرة وشاهدت فيها هذا المزيج الفريد بين دور العبادة لمختلف الأديان في توليفة استثنائية، ومن المدهش رؤية ما يخطه جلالة الملك منذ سنوات لتعليم قيم التسامح والتعايش. مملكة البحرين تشكل نموذجا في المنطقة على إمكانية إحداث هذا التعايش الفريد ونبذ التطرف والكراهية والعنف ونشر قيم التسامح والاحترام المتبادل وتقبل الآخر المختلف.